أصيب الملك محمد السادس بفيروس كوفيد-19 وفق ما أعلنه طبيبه الخاص الخميس، مشيرا إلى أن هذه الإصابة جاءت بدون أعراض. وقال طبيب الملك البروفيسور الحسن بليمني في بيان إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بدون أعراض، ووصف فترة راحة لجلالته لبضعة أيام بحسب ما أضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية. وتحظى الحالة الصحية للملك 58 عاما باهتمام كبير في المغرب، وكانت وسائل الإعلام الرسمية باتت تلقيه الجرعة الأولى للقاح المضاد لكوفيد-19 بمناسبة افتتاح حملة التلقيح مطلع العام 2021. وكان العاهل المغربي أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب في مصحة القصر الملكي بالرباط في يونيو 2020 بعد عملية مماثلة بباريس في فبراير 2018. دعواتكم لملكنا العزيز بالشفاء.